مرحبا. أجواء خريفية متقلبة عم بتسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. الحرارة معتدلة نسبياً على الساحل ومنخفضة جداً على الجبال بفترة الليل. الرطوبة عالية، البحر متوسط الموج وحرارة 123 درجة. اليوم طقسنا غائم جزئياً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة وضباب كثيف على الجبال بفترة الليل. نسبة تساقط الأمطار بمنطقة الشوف من أيلول حتى اليوم وتخطت المعدل السنوي 136 ملم، السنة الماضية 64 والمعدل العام هو 40 ملم. نبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 18، على المرتفعات 13، بالبقاع 4 وبالأرز درجة تحت الصفر. نبقى بجولة تانية على درجات الحرارة اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية مثل الرحبة 19 درجة، طرابلس 20، الأرز 8، 10 درجات بأرطبة، بعلبك 13، فقرة 8، برمينة 18 درجة، 21 بعبدة، بيت الدين 11، صيدا 21، مشغرة 14 وسور 20 درجة. الرطوبة بتتراوح بين 40 و 75%، حرارة سطح الماء 23 درجة، وسرعة الرياح بتتراوح بين 10 و 35 كم بالساعة، الرياح عم بتكون جنوبية غربية. كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين يلي جايين؟ نهار السبت تتراوح بين 18 و 21 درجة، الأحد بين 17 و 22، وبتبقى للتنين مع 17 و 22 درجة. بنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية، وبنبدأ الجولة مع دمشق و 16 درجة، القدس 16 أيضا، طرابلس 22، الجزائر 21، وبننهي الجولة مع روما 17 ولندن 6 درجات. وهون بنكون وصلنا لنهاية نشرتنا الجوية.